اذا بوتينا معنا من باريس. بوتينا الو صباح الخير. صباح الخير اهلا وسهلا. الله يبارك فيك لي يخطيك حبيبه ديالي في اطار الحلوه ديال رمضان. غادي نعطيك واحد النوغه تجي معلكه بالنوازه تاع الشكلاط. النوغه سهله وتجي غزاله. وي بالنوازه تاع الشكلاط غنحتاجو في المقدار 330 غرام ديال النوازات. 330 غرام نوازات. 330 غرام نعم داكشي اللي قلت. 330 لا 330 200 غرام سكر. 200 غرام 200 غرام سكر. 160 غرام ديال العسل. من الاحسن يكون بلي داك اليوم يكون من السمن الحامض ولا حاجه ما كانش نستعملها العسل عادي. نعم. 140 غرام ديال الشكلاط تكون نسبه الكاكاو فيه ما بين 60 حتى 70. 140 غرام شكلاط. 50 غرام ديال ابيض البيض. هي اقل من جوج بيضات ولكن من الاحسن نعبروا. 50 غرام ابيض بيض وجوج الوريقات دازيوم. هذاك الورق اللي تنغطيو وتنفرشوه وتنغطيو به النوكا اذا ما توفرهاش يمكن تعمل غير ورق ديال المطبخ. هادو هما المقادير. نعم. نمروا للطريقه. غادي نقبطو كاسرونه نعملو فيها 20 غرام ديال السكر مع 30 غرام ديال الماء حتى يذوب السكر. تنضيفو له الشوكولا المحكوك. نخلطو مزيان ونطفيو النار ونخلطو حتى الخليط يتجانس عندنا بشكل مزيان. تنقبطو كاسرونه اخرى يكون قاعها غليظ. تنصبو فيها العسل حتى يسخن مزيان وما يتغيرش اللون ديالو. نعم. النار خاصها تكون مهيله. غنطلعو ابيض البيض او ناج. نقطو كاسرونه اخرى ونوضعو فيها المتبقين ديال السكر اللي هي 180 غرام مع 60 غرام من الماء على درجه حراره 125 درجه. اللي ما عندهاش ترمومتر يمكن لها تزغر نقيطه من هذاك السيرو وتعملها في المباب ديال تشكيلات لا كورقه بطراسه. دونك هذاك الشيء اللي تنقلبو عليه. نعم. ونردو الباب باش ما يتغيرش اللون ديالو. تنضيفو هذا السيرو وخليط العسل. تنصبو العسل على ابيض البيض وحنا كنطربو ما نتوقفوش على التطريب. باش نصبو الخليط في ني سيغ لي باغون ني سيغ الفوية يعني ديريكتومون فوق ابيض البيض. تنضيفو خليط الصير والشكلاط وفي الاخر تنزيدو النوازات وحنا كنطربو. انا مرات كنعمل سيشوار تقريبا شي خمسة دقايق باش النوكة ما تتبردش ليا. تنعمل سيشوار باش تبقى شادة الطوماطو. تنصبو الخليط فوق هذاك الورق دازيم وتنبسطوه بشكل متوازي تقريبا شي جوج سنتيمتر في ليبيسور ديالو. وتنغطيو بقطعة أخرى من الورق دازيم. نعم. وتنخليوه يبات ليلة كاملة على حرارة الغرفة. ممنوع ندخلوه الثلاجة غير في لابغي ديال لا كويني. وبخي تنقطعو تنقدموها تجي رائعة جدا جدا. وبالصحة والراحة. شكرا لك على اتصال بوتينا وتحية الجاليه المغربية.